أريد الواقع يتغير بصراحة، ما أريد أسمع مبررات، وأريد هذه الحلول تنفذ وفق هذه التوقيتات. الشركات تتباشر وتشتغل 3 شفتات 4، الدوائر تنجز مهامها، ولا تبقى قضية كتابنا وكتابكم، كل من يأخذ موافقته اللي يريدها ويروح للدائرة ويقعد قاعدة يم الوزير يم المحافظ يم الأمين يم الكذا، يأخذ الموافقة وتخلص، ما ينتظر البريد. هذه المداخل، المداخل سواء كان محافظة بغداد، المداخل سواء كان أمانة بغداد، هي ومشاكلها تنتهي تماما. هذه وجه بغداد، مشاريعنا الخدمية بكفة وهذه المشاريع بكفة أخرى. هذه واجهة العاصمة، الناس من تدخل وتشوف هذا المدخل بهذه التفاصيل بهذه الخدمة بهذه الانسيابية بالحركة تحترم، تقول أكو دولة أكو محافظة أكو أمانة أكو وزارة أكو حكومة تهتم للمواطن، أكو جهات أمنية توفر انسيابية في التفتيش، ويصير تنظيم هم السيارات هذه مالت الحمل. ما معقول احنا نشتغل والحمل يجي بكيفه، والله حتى الافندي يريد يخفض كلف الوقود لو زيد الحموله مالته يحصل كلفه اضافيه. هذا الموضوع بصراحه اولويه بالنسبه لنا، واريده ينتهي بكل تفاصيله. هذه السقوف الزمنيه مال سنه كلش هواي، انا قاعد اشوف اطوال كلها يعني حملة نوظف كل الجهد اللي عندنا وننزل مع الشركات، والله ينفضها بخلال 6 أشهر كلها.